لوس أنجلوس هتبقى عنيفة جدا كأولمبياد. كمل. مطلوب منك منتخب من دلوقتي وهاف تو بلان ويتلان احنا بنخطط. مطلوب ميداليا لفرقة كرة القدم في 2028 والمنتخبات التانية. والمنتخب ده بالذات خطير جدا لأنه رابط تنظيمي مع المنتخبات اللي تحته ومكنة بتطلع للمنتخب الكبير. النهاردة هم النجوم الفترة اللي جاية. طبعا أسمائهم كبيرة جدا حفروا بمجهودهم هم أسمائهم وإن شاء الله هيكونوا بإذن الله في البطولة القادمة وهيفوزوا. Dizer que estou muito motivado. Eu estou متحمس جدا. Tenho uma grande geração em minhas mãos. عندي فدية جيل رائع جدا من اللاعبين. O meu sonho continua que é conquistar uma medalha pelo Egito. وحلمي الكبير وهدفي الكبير ان انا احصل على ميداليه في الاولمبياد ان شاء الله القادمه لمصر. Antes disso queremos ir à Copa do Mundo. وقبل كده عاوزين الاول نوصل لبطوله كاس العالم ان شاء الله. E conquistar algo também. ونعمل شيء كبير إيجابي في البطولة القادمة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين يمكن بفضل الله إن إحنا قدرنا إن إحنا نعدي مرحلة صعبة جدا. ما كانتش سهلة، كان ممكن ناس كتير جدا معتقدة إن الفرقة ديت خلاص هتبقى هي حاصلة البطولة، الفرقة ديت هي خلاص هتنتهي. لكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله ثم بالناحية المعنوية من خلال الدكتور أشرف صبحي الناحية المعنوية من خلال الأستاذ جمال العلام لنا كمان المجلس كله إن هو داعم لينا. الحمد لله رب العالمين قدرنا إن إحنا نعدي من الفترة الصعبة ديت، قدرنا إن إحنا نقف على رجلينا، قدرنا إن إحنا نحقق البطولة، مش البطولة بس إن ربنا كمان يكرمنا بإن إحنا ناخد البطولة زي نفسها في المغرب. كانت تأهل عصيب شوية وتأهل تحت ضغوط كبيرة جدا خصوصا بعد المباراة الأولى. الحمد لله ربنا رضانا ورجعنا مرفوعين الرأس ويعني مش عارف أقول لك إيه. التكريم كفاية التكريم اللي حصل النهاردة ده بيدينا دفعة اللي جاي إن شاء الله وإن احنا نوصل ناخد بطولة أفريقيا وربنا يرضينا إن شاء الله ونوصل كأس عالم مستريح بأمر الله. طبعا البطولة ما كانتش سهلة بس احنا يعني بعد ماتش المغرب وطبعا الخسارة كنا طبعا كان في تركيز كبيرة من اللعيبة وكله وكابتن احمد وجاز كله كان بيتكلم معانا واللي احنا ازاي لازم نركز في بقية البطولة يعني. والحمد لله عرفنا ان احنا ناخد البطولة ونفرح مصر ونتأهل ان شاء الله لأمم افريقيا. والله يعني احنا اول حاجة واصعب حاجة ان الكوتش ميكال اشتغل معانا 14 يوم بس، وده مش وقت كافي ان انت تخش بطولة شبه دي بتلعب فيهم مغرب وجزائر وتونس وفرق شبه دي. بس يعني هو كوتش كبير ان هو يقدر يدينا نقطتين ثلاثة بس نشتغل بيهم في ال 14 يوم وان احنا نصعد، فدي حاجة كويسة جدا يعني.